وصلت إلى مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم أولى رحلات شركة إير فلوت الروسية، وذلك عقب قرار استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو بعد توقف دام عامين. ومن المقرر أن تقوم الشركة الروسية بإطلاق 3 رحلات أسبوعية من موسكو إلى القاهرة، وكذلك تقوم شركة مصر للطيران بإطلاق 3 رحلات مماثلة إلى موسكو تبدأها اليوم الخميس. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد العزيز مراسل النيل بمطار القاهرة. أستاذ محمد، تحياتي لك أولا، كيف تتابع وصول الوفود السياحية الروسية إلى مصر في مطار القاهرة الدولي؟ في الواقع الطائرة الروسية وصلت فجر اليوم الساعة 10:05 الطائرة من طراز إيرباص 24 وعلى متنها 160 راكب منهم أفراد من السياحة الروسية ورجال أعمال. رحلة كانت رقم 400 ووصلت إلى مبنى الركاب رقم 2 المخصص لاستقبال الوفود السياحية حسب الاتفاق المبرم السلطات الطيران المصري وسلطات الطيران المدني السعودية. تم الطائرة كان استقبلها المحاسب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي تبعا لتعليمات وزارة الطيران شريف فتحي. الاستعدادات تمت منها كل إجراءات التفتيش اللي حسب تعليمات الإيكاو المنظمات الدولية للطيران والإجراءات الإضافية للتفتيش اللي سلطات الطيران المدني الروسية التي اشترطت لتفتيش الركاب التي وصلت إلى 5 مراحل لتفتيش الركاب. الصالة 2 مخصصة لسفر ووصول حالات الطيران القادمة من روسيا التي بدأت الساعة الأولى من فجر اليوم. الطيران أو أيضا لها حالات أسبوعية الأحد والثلاث والخميس، والروسية لها السبت والاثنين والأربعاء، ويأخذ عدد الرحلات أسبوعيا إلى 6 رحلات أسبوعيا على يوم الجمعة. الإجراءات تتم على قدم وساق لجميع الركاب، وإذا من المقرر أن تصل الأفواج السياحية إلى مناطق السياحة غردقة وشرم الشيخ بعد في شهر يونيو القادم من سفارة المدني المصري والروسي لسفر حلقة أو العصر. نعم، أشكرك شكرا جزيلا محمد عبد العزيز مراسل النيل بمطار القاهرة.